أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم والحلقة الثانية والفقرة الثانية من حلقتنا. معانا الشيخ محمد أحمد يوسف. والنبي يا جماعة كنترول روم، بس يقفلوا الصوت اللي في ودني. معانا الشيخ محمد أحمد يوسف، ولسه هقول نسبه بالتفصيل، ولكن الأول احنا استضفنا النهاردة الشيخ محمد أحمد يوسف لأن أهالي بسيونس الحجر أقروا وأجزموا لما قابلوا فريق الإعداد إن الشيخ طلع على المنبر أكتر من مرة في خطب الجمعة من 2017 و18 وقد يكون كمان من 16، بيقول لهم في وباء هيضرب العالم ومن ضمن العالم مصر في 2020، مش هيخلص غير بعد 2022، وله نبوءة، وبكرر تاني بلاش كلمة نبوءة عشان ما يزعلش مني، له توقع واستنتاج مستخرج من القرآن الكريم حسب علم اسمه علم السنين، هنتكلم عنه النهاردة. فيه بيقول مصر بعد 2022 هتبقى من أغنى دول العالم إن لم تكن أغنى. النهاردة معايا ومع حضراتكم، واسمحوا لي أقدمه زي ما هو طلب عشان ده ضيفي وحقه، معايا النهاردة ومع حضراتكم الشيخ محمد ابن أحمد ابن الشيخ يوسف البراق شيخ الطريق ابن إبراهيم المنصوف، المثبت نسبهم جميعا إلى الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب ابن فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. إزيك يا مولانا؟ إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك دكتور شادي؟ إزاي حضرتك؟ حضرتك قلتي لما أحب أعرف حضرتك لازم أعرفك طبعا بنسبك الشريف، وإحنا متشرفين أن حضرتك معانا، وحضرتك رجل محترم باحث في علوم القرآن، ولكن ليك شوية كلام بيتقال، مش عايز أقول أقاويل ولا أرى، أنا بقول كلام أهو عشان يبقى أنا محايد أهو، بس بصراحة يثير، مش هقول الجدل، يثير بقى الخيال. الناس بتقول لك هنبقى أغنية، الوباء هيخلص خلاص بعد 2022، اللي حضرتك بتقوله ده بصراحة 2021 يثير 2021 كمان. طب جميل، فده يثير ثم يثير، مش معضلك يثير ثم يثير الكثير من الأقاويل والخيال. قول لي بقى حضرتك جبت الكلام ده منين أصلا؟ الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا يليق بجلال وجهه وبعظيم سلطانه، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة تنجينا بها من المحن وترفعنا بها على الدرجات في الحياة وفي الممات. اللهم أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. هناك علم في القرآن الكريم اسمه علم السنين، وهذا العلم من اختصاص أناس معينة في القرآن الكريم، سماهم الحق تبارك وتعالى باسم العدين في القرآن الكريم في آخر سورة المؤمنون. فأنا لابد أن أعرف هذا العلم، لأنه علم ليس بجديد، بل هو علم قديم من زمن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بل هو باب من أبواب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، جدنا عليه السلام. هذا العلم أعرفه بأنه علم قائم بذاته داخل اللوح المحفوظ، تمام، مبني على طريقة نون والقلم وما يسطرون، له أهله وأهله هم خصة الله في الأرض، وذلك تصديقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين، أهل القرآن هم أهل الله، وهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. والصنف الثاني من الناس هم خاصته، وخاصته هم أناس وصفهم القرآن الكريم بعض منهم باسم العادين في القرآن الكريم، هم العباد الصالحين لقوله تعالى في تفسير الجملة في القرآن الكريم لنبيه محمد: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، ومن يضلل الله فما له من هاد، من والهاد برضه، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذن تحت الرسول لابد أن يكون عبدا من عباد الله الصالحين أو يكون من أوليائه الصالحين. طيب لا معلش، وانا اسمح لي بس استوقفك كده، ان في حاجات انا مش فاهمها، اظن برضو استاذ ابو شديد برضو مش فاهمها. تمام، حضرتك قلت لي على طريقه نون والقلم وما يسطرون. تمام، بمعنى ايه يا مولانا؟ نون والقلم مسطرون هو تمهيد اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ له مقدمه، تمام، لما سئل الامام الشافعي رضي الله تعالى عن اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، قال: نحن الفقراء وهم الاغنياء. فقالوا: لما وانت امام عصرك؟ فقال: نحن نأخذ علومنا من كتب، فنحن فقراء وهم يأخذون علومهم من لدن حكيم عليم. لذلك الله أتى بسلسال الخضر في القرآن الكريم فقال: وعلمناه من لدنا علما. وقال في آصف بن برخية وزير نبي الله سليمان: وقال الذي عنده علم من الكتاب، أي من داخل اللوح المحفوظ وهو على الأرض. وعلوم اللوح المحفوظ
له مقدمة، هو مقدمته فاتحة الكتاب، لذلك كانت فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم، وله تمهيد وتمهيده نون والقلم وما يسطرون، ومعناه العلم المكنون الذي كنه الله في لوحه المحفوظ، ثم أراد أن يختصه في كتاب مفصل، فاختار أن يكون في القرآن مفصلا، فقال في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم أراد أن يثبت أنه هو نفسه العلم المكنون الذي داخل اللوح المحفوظ، فقال في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، على قلبك لتكون من المنذرين، يبقى إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. طيب. أما طريقة نون والقلم والسرون فهي نون تعني حرف، القلم كلمة، وما يسطرون جملة، فهي في علم السنين آيات كلمات حروف تعطيك سنين، جمل كلمات حروف تعطيك سنين، كلمات حروف أعداد تديك سنين، ما بين العدد والحرف علم اسمه علم الإشارة، وهذا من اختصاص العادين، لأن القرآن الكريم ليس له تفسيرا واحدا بل سبعة تفسير، لذلك هذا يطول سبع. التفسير الأول تفسير القرآن بالسنة، التفسير الثاني تفسير الآية بالآية، التفسير الثالث تفسير الجملة بالجملة، التفسير الرابع تفسير الكلمة بالكلمة، وآخرهم شيخي وأستاذي ومعلمي رحمه الله الشيخ محمد متولي الشعراوي. ثم فما بعد الكلمة إلا الحرف، وما بعد الحرف إلا العدد، وما بعد العدد إلا الإشارة، ودليل ذلك قوله تعالى والبحر أي القرآن يمده من بعده، من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، لأن هناك بعد هؤلاء السبعة تفاسير علم في القرآن اسمه علم التأويل، والله قال يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. أما علم التأويل فهو قائم على المتشابه والمحكم. طيب معلش يا مولانا، معلش أنا هقطعك بس لسبب ما تزعلش مني. نعم. أنا دلوقتي حضرتك، أنا بكلم حضرتك كرجل غير مختص بالأمور الدينية، تمام؟ نعم. فحضرتك كمان حضرتك بتقول ده، أنا شايف إن هو كلام متسق مع بعض. يحتاج ولا بالظبط، ويحتاج لجلسات كتيرة جدا. جلسات كثيرة. فأنا عايز من حضرتك تتبسط معانا النهاردة، علشان بس حضرتك يعني أنا عارف إن حضرتك يعني حضرتك بتحترم التخصص بتاع حضرتك وبتتكلم بالأسلوب العلمي، تمام، المنضبط اللي هو يصلح للعلم ده، ما ينفعش نخرج عنه. تمام. لكن معلش حضرتك يعني خلي البساط أحمدي، معلش. إذن خلينا أتكلم بأسلوب بسيط شويتين، لأن أنا حضرتك اللي يلزم الناس النهاردة أكتر، وإن شاء الله يكون لنا جلسات أخرى نتكلم فيها عن الكلام ده كله. إذن بس الناس النهاردة حضرتك متشوقة، عايزين يعرفوا إيه موضوع الكورونا، طبعا. إيه موضوع مصر هتبقى من أغلى الدول، طب حضرتك ما تزعلش مني، جبت الكلام ده منين؟ طب جبته من القرآن، طب إزاي حسبناها؟ حضرتك فاهم قصدي؟ أصلاً علم السنين بقى بعيد يا فندم عن التعريف الأكاديمي أنه علم كل، لا أنا عايز بقى تعريف كده الناس البسيطة وأنا أولهم أفهمه. اتفضل بقى كده بالراحة كده معايا. هو علم من داخل اللوح المحفوظ وهو موجود في القرآن الكريم، تمام، لأن كتب اللوح المحفوظ قاف حاميم طاسين عين سين قاف ألف لام را ألف لام ميم صاد صاد ألف لام ميم، لذلك ربنا قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. طب ثانية واحدة بس كده حضرتك، يعني السبع المثاني حضرتك مش سورة الفاتحة؟ السبع المثاني مش سورة الفاتحة؟ لا لا، مقدمة السبع المثاني، مقدمة يعني كل كتاب مقدمته فاتحة الكتاب اللي بتتكلم ملخصه هي فاتحة الكتاب، لذلك كانت سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم. لكن اللوح المحفوظ منظم، أول شيء ربنا خلق القلم ثم أمر أن يكتب، فقال ماذا أكتب يا رب؟ قال أكتب كل ما هو مقدر إلى أن تقوم الساعة، ثم بعد ذلك تمام. بدأ، ثم بعد ذلك نظم اللوح المحفوظ على مقدمة تمهيد كتب قاف حميم طاسين عين سين قاف ألف لام راء ألف لام ميم صاد صاد ألف لام ميم، وقالوا لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لذلك كانت مقدمتهم في الأساس هي فاتحة الكتاب، لذلك فاتحة الكتاب هي السبع المثاني. طيب بالراحة عليها وردة يا مولانا بواحدة واحدة. طيب حضرتك بقى علم السنين هنا حضرتك استنبطته ازاي من القرآن الكريم؟ طيب إذن هذا العلم له خاصته في الأرض، تمام، ماشي، وخاصته لهم اسم في القرآن الكريم، الله قال في القرآن الكريم فاسأل مين؟ فاسأل العادين. يبقى في ناس بتعد، بتعد ايه؟ ايوه، لذلك ربنا سبحانه، وهذا العلم من علوم الإحصاء داخل اللوح المحفوظ، إذ أن علوم الإحصاء داخل اللوح المحفوظ هي 129,600 نوع داخل اللوح المحفوظ، وعلم السنين من هذه، من ضمن هذه العلوم، من ضمن علوم الإحصاء داخل اللوح المحفوظ. معلش يا مولانا، لا اسمح لي بس حضرتك كل ما نيجي نفتح موضوع حضرتك بتدخلني في حته، طب واحده واحده تاني بالراحه، مش هكلم حضرتك وهقول لك جبت العدد بتاع علوم الاحصاء ده منين،
نركنها على جنب دلوقتي. لا خلينا بس في علم السين واحده واحده بالراحه عليا وبالراحه. علم السين حضرتك استنبطناه ازاي بقى من القران؟ الم يخبركم القران الكريم بقوله تعالى وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم، يعني تسترزقوا من الارض. ولكن مع استرزقكم الارض يبقى اللي بيزرع يزرع ويسترزق في ارضه، واللي بيشتغل في مصنع ويعمر مصنعه وغيره وغيره وغيره. طيب لتبتغوا فضلا من ربكم بس مع استرزقكم الارض ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. كل شيء متفصل في القران الكريم. طيب وعلم السنين والحساب ده احنا قلنا ان هو من اختصاص مين؟ من اختصاص اناس معينه سماهم القران الكريم باسم الايه؟ باسم العديم. تمام. لذلك يقول الله في اخر سوره المؤمنون قال كم لبثتم في الارض عدد سنين. يجي يوم القيامه يقول للناس كلها ايه؟ انتوا عشتوا في الارض كم سنه؟ يوما او بعض يوم. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، فاسال مين؟ العادين. يبقى هم كانوا عارفين ان في ناس في الارض اسمهم الايه؟ العادين. تمام. ونبهوهم من سنين الشده وبين لهم كذا وبين لهم كذا. مهمه هؤلاء العادين ان يكونوا حجه على الناس يوم القيامه، لان الله قال لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. تمام. وكان الله عزيزا ايه؟ حكيما. طب والعادين دول عدوا القران على طريقه ايه؟ طيب وعدوا السنين لحد امتى؟ يبقى عدوا السنين لحد امتى؟ الله اخبر الناس في اخر سوره الروم فقال فقال عنهم قرانا عظيما وقال الذين اوتوا العلم والايمان، انا اديتهم العلم وبعد كده اديتهم الايمان، لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. مكتوب في كتاب ربنا كل سنه لحد يوم الايه؟ لحد يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. طيب انتوا ما كنتوش تعرفوا حاجه عن الناس دول؟ طيب انا معاك يا ابو هلال. لا معلش اسمعني بس اقطعك عشان ايه؟ انا عارف حضرتك بسم الله ما شاء الله العلم غزير بس عايزين نوصل لحل. تمام. طيب حضرتك كده كل سنه في القران يعني وكل سنه مكتوبه موجوده في القران. حلو قوي. حضرتك جبت منين بقى وباء 2020؟ تمام. وجبت منين هينتهي بنهايه هذا العام ثم ان مصر ازاي تبقى غنيه 2022؟ حضرتك حسبتها ازاي؟ الله جل وعلا جعل طريقه علم الاحصاء داخل اللوح المحفوظ هي مبنيه على طريقه نون والقلم والسطور. نون دي حرف، القلم دي كلمه، وما يسطرون جمله. انا زي ما قلت لحضرتك يعني ايات كلمات حروف تديك سنين. ماشي. جمل كلمات حروف تديك سنين. ما بين الكلمه والحرف علم اسمه علم العدد وده اللي بعده، بعد العدد الحرف. تمام؟ واحنا قلنا ان ده من اختصاص الايه؟ العدين. طب عد بقى الايات القرانيه نرجع. انا اهم حاجه ان انا ابشر اهل مصر ان هم بعد سنه 22 ستعود مصر من اغنى اغنياء دول العالم. حلو. عدوا الايات القرانيه. عرفنا منين يا مولانا؟ عدوا الايات. عرفنا منين يا مولانا؟ بالله عليك. عدوا. أيوة. بقى ما هو احصى كل شيء ايه؟ عددها. عدوا بقى الايات القرانيه. ايوه. من اول سوره البقره الى سوره الاسراء. اشمعنى؟ لا معلش اشمعنى؟ ليه عد من اول سوره البقره؟ ليه ما عدش من اول الفاتحه؟ ليه ما عدش من اخر البقره؟ ليه اشمعنى لغايه سوره الاسراء؟ لان هذا وعد الاخره. لا افهم يا مولانا معلش انا مش فاهم. معلش فهمني. اسمع. عد الايات الخالق مع الحد الاخر. عد الايات القرانيه من اول سوره البقره لغايه سوره الاسراء. هذا الموضوع يحتاج الى تفصيل كبير. طيب جدا. حاضر. عد الايات هعد مع حضرتك من اول سوره البقره لاول ولا اخر سوره الاسراء؟ الى سوره الاسراء. لاول سوره الاسراء. لاول سوره الاسراء. ماشي. هتلاقيها كم ايه قرانيه؟ 2022 ايه قرانيه. اللي هي قصد حضرتك تساوي 2022؟ ايوه طبعا. دي من دي. عد الكلمات القرانيه من اول واتينا موسى الكتاب موسى مع قوم لحد قوله تعالى وقلنا من بعده لبنو اسرائيل اسكنوا الارض، يعني انتشروا في الارض ما تقولوش لكم وطن. طب لو قلت لكم وطن قال فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا، يعني جمعناكم في مكان واحد وهلكناكم. لحد هنا كم كلمه قرانيه؟ 1443 كلمه قرانيه. طب يعني قصد حضرتك بنتكلم في 1443 هجريه يعني؟ ايوه طبعا. ايوه طبعا. بعد كده بعد ما ايات كلمات حروف، خد الحروف بقى تلاقي بعدها بعد قوله تعالى فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. إيه حكاية اللي أطلع إزاي بقى السنة من هذه الآية أطلعها إزاي؟ تمام. لابد أن يكون عندي معرفة بعلم الحساب وعلى أي طريقة بني القرآن الكريم. على جميل. أي طريقة بني طب القرآن السؤال الكريم. هنا طيب. السؤال هنا السؤال. لذلك ربنا سبحانه في وتعالى في مداخلة. طب أستاذنك بس الشيخ محمد يخلص الكلام الأول. تفضل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لتبتغوا فضلا من ربكم يعني استرزقوا من الارض بس ولا تعلموا ايه عدد السنين والحساب وضم الحساب ليه. طيب الحساب ليه؟ لان هذا حساب الجمل القرانيه في القران. لا بص طيب. لا قبل ما اخش بس في الحساب الاول واحده واحده. انا عارف ان حضرتك عندك علم. لا بس انا لازم يا جماعه اللي حضرتك بتعديه ده انا بالنسبه لي صعب عايز افهمه واستاذ مش عايز يفهمه. تمام. حضرتك يا فندم استقيت الاسس دي منين؟ يعني حضرتك بتقولي هي لها اسس. انا مع حضرتك ماشي اكيد لها اسس. ليه الاسس دي عند حضرتك ومش عند غيرك؟ ليه الاسس دي حضرتك بتقول ان حضرتك عارفها؟ استقيتها منين؟ لان الله قال في القران الكريم
لعلمه الذين يستنبطونه منكم. وفي ذات الوقت يقول إلا من ارتضاه من رسول. طبعا بعض الناس أو بعض الأستاذ اللي هيدخل في المداخلة أو كذا أو كذا قول هذا كلام طيب. طيب أستاذك معلش وبأكدوا عليه عشان المداخلة عشان برضو الخط مشغول. ماشي يا جماعة تفضلوا المداخلة يا جماعة لو سمحتوا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل الشيخ يعني هو علم السنين إزاي يتعمل وبالنسبة لعلم الأرقام وعلم الجفر وعلم الأبراج هل داخل في علم السنين برضو؟ يعني الواحد ممكن يتوقع بعد في ناس من الصالحين والأولياء بيتوقعوا حاجة بعد 10 سنين أو بعد 20 سنة ودي حصلت مع واحد برضو زميلنا يعني قال له سوف يكون لكم مستقبل عظيم والمديح بتاعك يوصل للدول الأوروبية ثم الدول العربية. هل دي معاشر الجن ولا علم مكشف القلوب ولا ده إيه الوضع بتاعه؟ طيب السؤال يا مولانا بكل بساطه ان انا حاولت اسمعه على قد ما اقدر يعني لان الصوت ما كانش واضح. حضرتك بيقول لحضرتك يعني اللي هو علم السنين ما هو؟ هل هو له علاقه بعلم الجفر مثلا او حاجه؟ هل مثلا له علاقه بعلم الابراج؟ هل هو مثلا نقدر نتوقع ايه اللي هيحصل بعد 20 سنه؟ هل الدول العربيه لو انا سمعت يا جماعه صح استاذن الكنترول لو في غلطه يقولوا لي، هل الدول العربيه هتقوم لها امه تاني تبقى امه قويه كده وحاجه عظيمه يعني؟ نعم. هل الدول الاوروبيه ترجع لورا؟ ايه الكلام ده؟ نعم الدول العربيه لكن بقيادة مصر. مصر ستكون في المقدمة، لذلك أنا أطلب من الجميع من أهل مصر جميعا الحفاظ على ذلك الحاكم الذي يحكم مصر، الحفاظ عليه جيدا، لأنه رجل يعني نحن نعرفه أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الحاكم جيم العدد الخامس منذ زمن سيدنا علي بن أبي طالب في عقود الهجرة بعد 1300 أعدد 5 أو 6 يحكمان مصر، وإحنا عارفين أن ده الحاكم الإيه؟ الخامس، وإحنا بنحبه تمام. كلنا بنحبه وكلنا مؤمنين بالقيادة السياسية بتاعتنا بس برضو معلش حضرتك انا لا هرجع بس للنقطة ان حضرتك للأسف احنا الوقت بيدهمنا وناقص معانا اقل من 5 دقايق ده يمكن 3 أو 4 دقايق ارجوك يا مولانا انا عايز اعرف برضو حضرتك عشان الناس يا فندم بتطمن الناس خدت المعلومة وانا متأكد ان هم يعني اللي بيسمعنا عايز يفهم ليه حتى الان برضو حضرتك ما ريحتنيش وقلت لي طلعنا ازاي 2022 حضرتك قلت لي هنبدا من اول سوره البقره لغايه اول سوره الاسراء انا بسال حضرتك السؤال ليه باختصار بقى انا عارف انه علم كبير بس ليه حضرتك نقيت القصه دي لان حضرتك ممكن حد يجي يقول لك ما نبدا من الاسراء ونخلص اخر القران لا لا مثلا لا لا لان هذا كتاب الف لام ميم كتاب القران العظيم داخل اللوح المحفوظ الكتاب قاف هو كتاب الزبر والتوراه والانجيل وهذا بعلم الحرف كتاب حميم هو كتاب الاولياء داخل اللوح المحفوظ كتاب صاد هو كتاب الزبور طب سيدنا مولانا المصادر ايه مولانا المصادر ايه المصادر بتاعت حضرتك اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الكتب دي عليه الصلاه والسلام يعني الكتب دي يا فندم مقتصره على حضراتكم اللي هم منتسبين لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ايوه طبعا يعني ده حضرتك مش كتب موجوده للعامه لا مش كتب ايوه موجود منها كتب لكن موجود منها زي كتاب العلامه البسطامي والعلامه الخنوي صدر الدين الخنوي والشيخ محي الدين بن عربي حيث الف 1000 مجلد وهو اصلا تلميذ أئمة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هو تلميذ أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فطبعا واحد زي ده ألف 1000 مجلد هتلاقي موجود لي أكتر من حوالي 16 كتاب اقرأ فيه مفيش مشكلة إنما هذا العلم ليس له علاقة بالأبراج والكلام الفاضي ده علم قرآني لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا لذلك ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث هم عرفوا لحد يوم البعث ليه فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون أنت عارف بعدها ربنا يقول إيه فيومئذ لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا هم يستعتبون اللي برضو حيظلموا الناس دي لأنهم مش حينفع لهم لا عتاب ولا شيء لأنهم ظلموهم وهم ما فهموش هذا العلم لكن لأن الذي يجادل إما يجادل عن 3 أشياء إما لشيء في نفسه أو إما لاتباعه وساوس الشيطان أو إما لجهالة الإنسان يبقى مولانا معلش يا مولانا يعني حضرتك عايزين نلخص اللي احنا قلناه لان بصراحه الحلقه انا مش قصدي حاجه والله مولانا الحلقه انا صعب تحتاج الى تفاصيل كثيره طبعا يعني طبعا يعني طبعا والوقت دهمنا فحضرتك يا فندم اللي احنا نفهمه حضرتك ان في حضرتك علم السنين ده حضرتك يا فندم المفروض ان هو مستخرج من القران الكريم وليست له مدارس او مذاهب معينه غير ان اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام المنتسبين له يعني منتسبين لسلاله سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هم اللي مختصين بيه مظبوط كده ولا غلطان تمام وان دي يا فندم في علوم كثيره غيره اللي هو علم السنين وعلم الحرف زي ما حضرتك قلت لي وفي علم الإشارة كل الكلام ده وكل كلمة أو كل حرف له مفهوم خاص بس موجود عند اللي هو يعني بيسموه مصدر الأشراف اللي هو بينتسبوا في النهاية طبعاً. في نسبهم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لكن حضرتك هو كل بقى من ينتسب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عنده هذا العلم ولا لا بعضهم طبعاً. لا طبعا بعضهم بعض منهم هم عارفينهم
فيقول لك هذا إمام من أئمة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بالغوث، هذا يسمى بالقطب، هذا يسمى بكذا، هذا يسمى بكذا. فبالنسبة لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب الذي يطهره الله في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. طب النور ده يجيله إزاي؟ يقول رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الطلاق. مهمته الإنذار والتبشير، لينذر يوم الطلاق. طب والروح دول الملائكة الواحد فيهم أطول من الجبل، يحملون طستا من نور من داخل اللوح المحفوظ فينفخون فيه فيسقط شعاعا من نور أفضل من ضي القمر، فيسقطه الله في قلب ذلك العبد الذي أراد به أن يخرج ذلك العلوم، فيقول الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. طب جوا النور إيه؟ فيقوم يقول ربنا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. طبعا طبعا يا مولانا أنا بشكرك على الحلقة، بس أنا بصراحة كان نفسي نطلع منها بمفاهيم أكثر بساطة، لكن طبعا حضرتك واضح أن حضرتك عندك خلفية كاملة، علم كامل حضرتك بتتكلم عنه. الحكم في الاخر مش ليا مش لحضرتك، هيكون للساده المشاهدين. تمام، وان شاء الله نحاول يكون في حلقات تانية عشان برضو الموضوع كده فتح مننا ومش عارفين نلمه في الوقت الصغير ده، فان شاء الله تكون في حلقات تانية ان شاء الله نتداول فيها هذا الموضوع بصوره اعمق عشان نعرف الدنيا ماشيه ازاي. الناس كلها عايزه تطمن على مصر وعايزين يتاكدوا من كلام حضرتك. انت قلت كلام خطر جدا على الهواء، بعد 2022 مصر في حته تانية. ايوه طبعا بنتكلم في اقل من سنتين يا مولانا. ايوه طبعا. طيب ادي احنا موجودين اذا ربنا ادانا العمر ان شاء الله تسلم مع بعض باذن الله بامر الله. اعزائي المشاهدين كان معانا النهارده الشيخ محمد احمد يوسف، سمعته وقال ايه، وان شاء الله من غير طبعا الحكم لحضراتكم مش لاي حد تاني، وان شاء الله يا رب يا رب باذن الله يبقى الكلام ده كلام منضبط ومظبوط، وان شاء الله نشوف مصر زي ما كلنا عايزين في حته تانية باذن الله. اشوفكم على الف خير الحلقه الجايه ان شاء الله.